السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بين السطور يقول كاتب معاصر نحن بحاجة الملحة إلى أن نحارب هذا العالم الثور الهائج الذي لابد من فضح وحشيته وشراسته وقبحه يضيف آخر كيف يسد البعض أذنيه دون صراخ العذاب والجوع وأن يزين القصور وينسى الأقفاص والسجون ليس الكاتب من قال كلاما نعرفه نحتاج الى لغه جديده عن هياكل الكلمات بعيدا عن الكلمات المطروحه فالروايه بشاره خلاص من وضع شبه ميت ان الجمال اخر انتصارات ممكنه للانسان الذي ربما الراسماليات لا ترجو منه شيئا الذي لا يستطيع الزمن ان يطفئ هذه الشعله فيه باعتباره كائنا ذواقا الروايه تصير فخا اذا لم ياتي صاحبها، هذه مشكله كبيره ان نامل بمستقبل جميل ولذلك يسال البعض الكتابه الكتابه حيث تتضاءل الحروف شيئا فشيئا في ظل أسماليات وعولمات الى ان تصبح لا مرئيه فالكتابه بالنهايه ليست اكثر من رفع الحجاب عن الاشياء والمعاني، نحتاج ان نرفع الحجاب كي نرى الجمال. اسئله اليوم في حلقه بين السطور مع الضيوف الكرام مع الناقد الأدبي هنا في الاستوديو في بغداد جناب الأستاذ قاسم المشكور وأيضا يشاركنا الحوار من الناصرية الحبيبة الكاتب والأكاديمي محمد السهر ضيوفي الكرام تحية طيبة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شرفتمونا في بين السطور أنت الشرف يا حبيبي الأستاذ المشكور يقال لم تعد هناك إلا وسيلة واحدة للتنبؤ بمستقبل جميل هي كتابه الروايه، هل بين الروايه والفنون الباقيه ثمه صداق وعائلات ام تراها اجنبيه يعني؟ ابتداء شكرا للعراقيه شكرا حضرتك شكرا حضرتك والشكر موصول لجنابك شكراً وتحيه لضيفك حضرتك. من الناصريه وللجمهور الكريم الواقع الروايه لغز الرواية من بين كل الاشتغالات المعرفية هي الأكثر التصاقا بحالة الارتقاء والتطور. مم. فمنذ أن كتبت الرواية الأولى سنة 1605 على يد فيربانتس دينكيخوت أو دينكيشوت بالعربية مم. وإلى الآن والتطور والارتقاء لا يفارق هذا الجنس الادبي الهائل. مم. وربما لا ينافس الروايه الحقيقه في الارتقاء الملازم سوى السيره الذاتيه، والتي هي ايضا تعد روايه بسمات خاصه. مم. لا ننكر ان هناك بعض الفنون الجميله مم. التي تميزت بالارتقاء والتطور ايضا ولكن الفارق اين؟ الفارق ان تطور هذه الفنون الجميله مرهون بالتاثيرات التجاريه وباشتراطات السوق. جميل قبل السوق وقبل البيروقراطيات والتجاره نعم حينما يسال بهذا السؤال الملح لماذا المشكور يكتب؟ هل تراه يحاول ان يخلص الناس من عبوديات معينه؟ ام يفضح العبوديات أنت تراه يحتمي بدفع الكتابه فالكتابات التي ليس فيها شمس كتابه ميته انا بتصوري الكتابه حاله نفسيه هم آه. نفسي مم. والكتابه هي رساله فاذا ما خلت اي كتابه من رساله موجهه الى الاخر تغدو نوعا من الخطل ونوعا من العبث مم. الكتابة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية معرفية مم. تحاربون الدكتاتوريات بالكتابة بالامتلاءات المعرفية بالجماليات وأنكم مصرون على أن تحاربوا كل الدكتاتوريات بالقراءة والكتابة يعني في الحقيقة أنت تظلم الكاتب إذا تقتصر دوره مم. على محاربة الدكتاتورية أكبر نعم وأجمل محاربة الجهل والأمية. محاربه الدكتاتور في ثوب اخر هو هو الدكتاتور جهل يعني انا قصدي محاربه كل المظاهر مم التي تساهم في تسكين المجتمعات مم وعدم تقدمها الى الامام مم مسؤوليه الكاتب ان يتصدى لهذه المظاهر وينتقدها ويرفع اللثام ويكشف النقاب عن جوهر الحقيقه مم نعم اكثر ما يؤذي الحقيقه انها في النهايه حقيقه كامله الروائيون لا يميلون الى الحقيقه قضية. مؤذيه استاذ مم. والحقيقه صادمه مم. وكل ما عدا الحقيقه هو نوع من التمثيل مها. نحن نحن في زمن اكثر ما يحجب ويؤذي الحقيقه لانه في العقول بعض العقول العربيه لا تقبل الصراحه ولا يقبل النقد ولا يقبل التفكيك ولا يقبل ان ناتي بجديد تحت عنوان الجديد بدعة والجديد ضلالة والضلالة إشكالية وإلى آخره أن توجع مرة واحدة خير من أن تعيش موجوعاً أبد الدهر الحقيقة توجعك للحظات ولكنها ستريحك باقي أيامك الحقيقة يتم التآمر عليها ولابد من سوبرمان ولابد من بطل ياتي بالحقيقه ليفجرها امام النائمين وسط الخائبين وسط الكسالى <applause> زين مشكله المجتمعات انها تلتذ بالسكون ولا تحب الحركه ولا تحب الاجهاد يعني انا اعتقد ان الحقيقه الصق شيء بالعلم جميل شكرا لك نذهب <applause> الى الناصريه الحبيبه في قضية الكاتب احيانا يعطي سحرا رهيبا ربما لا يقدم اجوبه قدر ما يقدم تمويها وتصنيعا واحتيالا في بعض الاحيان الكتابه تحتاج الى هكذا دربه الاستاذ محمد السهر من الناصريه ام الكتابه رفع الحجاب لنرى الجمال ارفع البرقع كي نرى الجمال تفضل نعم شكرا جزيلا شكرا حضرتك يعني استمعت حديث الاستاذ الله يحفظك واستمتعت جدا بوجودي معكم و الدعوه الكريمه لهذا البرنامج المهم بالتالي يعني القبح كميه القبح الموجوده في الحياه بحاجه ماسه الى وجود من يجمل الحياه ومن يقلل كميه القبح هذه التي تحيط بنا من كل جانب للاسف الشديد خصوصا بالوقت الحاضر. لذلك الكتابه هي محاوله لتجميل الحياه محاوله للطفر على الواقع محاوله لمواجهه التحديات التي تواجهنا باستمرار. يعني بالحقيقه عالم اجتماع امريكي من اصل بولندي يذهب الى انه الحياه اصبحت سائله. لذلك الشر سائل والخير سائل والمراقبه اصبحت سائله بوجود هذا الكم الهائل من الكاميرات ووصولا الى انه الثقافه اصبحت سائله جميل انت ذكرت كاتب علامات تصور الايرلندي زيغمانت باومان في قضيه السيوله الموجوده نعم. آه الشر سائل والخير سائل والقيم لا يمكن ان تصطاد بطريقه معينه السيوله صارت لغه العالم لكن الجمال والاستقيات اخر انتصارات الانسان اخر الممكنات في الانتصارات بالتالي انتم تحاولون لا. ان تكتبوا ما قيل اما يقال اما سوف يقال انتم تبحثون عن تعويذات ام ثمه كتابه ما هي الا, إلا نوع جديد من الصداعات بالنهاية أو المحصلة العفو الكاتب هو إنسان وبالتالي هو نتاج لأمرين أساسيين هما الـ يعني الـ ما ما توارثه من الأسلاف من جينات وراثية وما اه حصل من ثقافة من خلال التنشئة الاجتماعية الثقافية في المجتمع الذي نشأ فيه جميل ولذلك معظم الكتاب تراه يعيش حاله اغتراب خصوصا في المجتمعات الشرقيه وفي مجتمعاتنا التقليديه. ليش؟ لانه يجد نفسه هو في خضم يعني ثقافه عامه تقليديه قد لا تتلائم مع ما توصل اليه هو فكريا ومعرفيا. جميل. يعني الكاتب الذي لا يتنبا استاذ محمد الكاتب يح الكاتب الذي لا يتنبأ no. بنهاية صلاحية المفاهيم المتداولة، وأن المفاهيم الملقاة سابقا هي مفاهيم no. في حكم اليوم محجور عنها ومحجور عليها، وبالتالي بالتالي ماذا بالإنسان يعيش مع مفاهيم يراد لها أن تدفن، أن توأد. الكاتب الذي لا يكتشف هكذا نبوءات نعم no. واليوم ربما هو في إتحاد الكُتّاب يتمتع برقي جيد جدا ماذا تسمي هذه الحاله يعني اكيد الذي لا يعني يساير حركه التطور والتقدم وما وصلت للبشريه خصوصا في ظل الثوره الرقميه الان يعني اكيد يبقى متاخرا يعني ويبقى هو في برجه العاجي لكنه لا يستطيع ان يقدم ما يتلاءم مع يعني تطورات العصر. طيب. وبالتالي لا يستطيع ان يقدم حتى الجمال بصورته ال... ال... التي تتلائم مع المرحله التاريخيه التي نمر بها. جميل، شكرا جزيلا لك، اعود لك من الناصريه الاستاذ السهر. الاستاذ المشكور يعني حتى نفهم هذا الكاتب يعمل صحيحا او ليس بكاتب جيد، عليه ان يحطم ويكسر المفاهيم. خلاف ال... ذلك ليس كاتبا. ال... الواقع استاذ مؤيد الكتابه هي الغوص في المجهول. بغية كشف المضمر فاذا ما كتب الكاتب اشياء يعرفها الناس لا قيمه لها القيمه الحقيقيه هي الكشف مغاليق الاشياء جميل والبحث في تفاصيل التفاصيل لكن ماذا لو كانت المغاليق هي فخا جديدا افخاخ اليوم ثمه فلسفات حديثه وثمة تفكيكات بالمناسبة أنت ذكرت الفلسفات آه الرواية لا تقل منزلة عن الفلسفة لأنها آه من أدوات المعرفة يعني هي لا تقدم إجابات كما تقدم بعض هي, هي تصنع الـ الـ عوالم افتراضية عوالم افتراضية نعم وتؤسس وشخص حبرية نعم وخيالات ولذلك يقول لا نعول عليها لا يمكن أن تتنبأ بمستقبل جديد الرواية القديمة كانت تقتصر على الحكاية طيب أما الرواية اليوم فهي خليط متجانس من كل الحقول الأدبية فيها حتى التقرير الصحفي فيها الحوار فيها المشاهد فيها الميتاسان فيها <applause> كل شيء هو خليط فيها التنبؤ فيها الإحساس بالزمن فيها الـ 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 أن تلقي بالضوء على مجريات الاحداث الماضيه لكشف احداث مقبله مم. الروايه كل هذه الاشياء الروايه يقول جسمات وهو ناقد امريكي معاصر يقول الروايه فن انساني مشاع جميل بمعنى مم. انك قد تذهب الى مجتمع ما فتفتش عن فن التصوير فلا تلقى وجودا له أو فلا تجد له حضورا وكذلك فن السينما أو فن النحت أو بقية الميادين التشكيلية الرسم وآخر الحقيقة يجب أن يحطب لها كثيرا الحطب الحقيقة اللغة أنتم تشتغلون على اللغة يفترض أن تأتون بلغة جديدة هذه اللغة تعجب تعجب حتى البسيط الذي يجد فيها ضالته. اليوم الادب عباره عن لغه هذا كما تقول هو اللغه السفن النجاه كما يقال لا لا يعني بهذه لا السفن قصدي انا اتحدث عن المدارس والمناهج النقديه طيب. منذ ان جاء باشلر آه النقد الفرنسي ب منهج البنيويه منهج النقدي البنيوي زين م. والعالم ودع المناهج النقدية السياقية والنسقية مم. زين وظل من سنة السبعين إلى الآن ظلت البنيوية تسيطر على المشهد النقدي العالمي وليس العربي زين البنيوية تقول مم. البنيوية تدرس النص بذات النص وتستخرج مفاهيم جمالية من ذات النص يعني تدرس النص من الداخل ولا تدرس النص من الخارج طيب السياقية المذهب الاجتماعي أو المنهج التاريخي أو المنهج النفسي يدرس النصوص بالاتكال على دراسة سيرة الكاتب والنظر إلى النص من الخارج يا أستاذ قاسم نعم. يعني ذكرت باشلار، ذكرت قدمير، ذكرت نعم. فوكو، ذكرت إلى آخر كل الذين يشتغلوا على بنيويات ما بعد بنيويات تفكيكيات منطقيات. نعم. حاولوا أن يقولوا يعني ما معنى اللغة في سيولة والدلالة في سيولة نعم يعني يعني وبالتالي بالتالي ليست ثمة دلالة واحدة، ليس ثمة معنى واحد. أكثر المفاهيم ارتكاباً للكذب البعض يقول مفهوم الحقيقة، لأنك حينما تمتلك حقيقة تعري الآخر من الحقيقة فتنفي الآخر، وبالتالي بالتالي كل من يكسر المرايا يفهم ما أقول. المرايا تخدع تعطينا صورنا، أما الأعمى فيرى حقيقة نفسه. بالمناسبة آه. يعني كل اللو... كل النصوص التي تعتمد اللغة آه. في بنيتها في آه. ايصال الحقائق زين هي سيالة جميل يعني مثلا خذ النص القرآني آه. النص القرآني خطاب آه. موجه من الخالق إلى العبد آه. زين وموجه بلغة عربية فصيحة وواضحة ولكن مع ذلك يوجد اكثر من 800 تفسير تتضارب فيما بينها، من جعل هذا التضارب ومن اوجده؟ اللغه؟ اللغه انت تفهم من النص ما تفهم حمال بطون وحمال نعم افهام نعم انت تفهم من النص مرادك وانا افهم من صحيح هذا يضر التشريع على اعتبار ان النص القراني هو نص ديني ينبغي ان يخاطب العبد بلغة سهلة يفهمها بياع الطماطة ويفهمها بيع النفط ويفهمها الفيلسوف ويفهمها الفلاح ويفهمها العامل زين ولكن على ذكر اللغة اللغة ليست سهلة لا يمكن اصطيادها وينبغي على صياد اللغة أن يغوص في بحرها لانتزاع أو استخراج دررها نعم. ال ال الزمن ليس كما كان نعم. فالاعشاش كما يقال ليست بامان. نعم. والزمن ليس كما كان. نعم. تحتاجون الى ادوات جديده تشتغلون عليها فالته من قبضه اليوميات القديمه والامس البعيد. شوف سنه 22 اعطيت جائزه نوبل للاداب للفرنسيه اني اورنو. تدري عدد صفحات روايتها 78 صفحه. جميل. وهي سيره ذاتيه. هذا ايش يعني؟ مم. هذا يعني ان اللغه كلما كانت قادره على ايصال المفاهيم باقل الحروف كلما كانت عبقريه في ايصال في في تتويجها للحقيقه وكلما زادت الحروف دون ان توصل معنى معين فهذا يعني في الحقيقه نوع من القصور اللغوي داخل المنظومه الجمال يكتب ويكتشف نعم الذي لا يرى الكحل لا يستحق العيون نعم كما يقال نعم وبالتالي بالتالي حينما يصبح الكاتب مثقفا معلبا تبدا الكارثه نعم يحتاج كاتب الروايه وكاتب القصيده ان يفلت من قبضه اليوميات والضجر والسياسه والى يحتاج ان يفلت من قبضه ذاته ايضا جميل الذات قيد جديد نعم كل الاشياء هي قيود اين كتب المشكور نصا؟ الى الآن يبجله الى الآن يقول هذا النص اجد فيه ضالتي أنا, انا كنت حيا ونابضا وهذا النص افلتني انا اكتب بطريقه النقد الموازي أه. يعني يعني من اكتب نقد اكتب نص موازي م. بطريقه غير مباشره م. انا لا يعني اتعامل مع النص بمنطق الملامسه م. لا بمنطق المشاهده من بعيد والحديث عن النص بي ربما بتوريه زين لا اتحدث عن النص بي بوقاحه جميل ولكن اتحدث عن النص بشفافيه عاليه من الناصريه الاستاذ السهر الكاتب العراقي الاستاذ السهر ما هي مواصفات الكاتب الذي تعولون عليه يعني مثلما تتزاوج الناس تتزاوج الطرق وهالمفاهيم ايضا تتزاوج وبالتالي القوارب لا تحب الجرف القوارب تحب الموج والكاتب الذي يهيم بالموج والعراك وان يطارد زحف الكلمات وتدفق الكلمات كاتب رائع جدا يلقي الاحجار في البرك الراكده ما مواصفات الكاتب المبدع الخلاق الفردي الذي لا يختبئ يعني للأسف شديد في بيئة اجتماعية ثقافية خطرة يحاط فيها الكاتب بثلاثة مؤسسات م. تحاول أن تمنعه من الحرية في الكتابة اللي هي المؤسسة السلطة يعني الحكومية التي تعاقب من قطع الراتب وإلى حد إسقاط الجنسية والمؤسسه الدينيه التي تعاقب بالتاثيم والتكفير والزندقه وبالمجتمع الذي يعاقب بالوصمه والنبذ الاجتماعي والعيب الاجتماعي يصعب على الكاتب في بيئه هكذا ان يكون حرا تمام الحريه لذلك هو ربما يختبئ خلف النص انا انا بس حتى لا انسى اعول على حديث الاستاذ قاسم حول يعني هناك ايضا في النص الروائي هناك ايضا تاويل وبدون رمزيه النص الروائي ربما القارئ يعني راح يقرا نص مفهوم وهو ضرب مثل على الحرية او سهوله الكتابه لدى الكاتبه التي حصلت على جائزه نوبل في نص لا يتجاوز ال صفحة ربما هذه لا تطور يعني ملكات أو لا تفتح مغاليق التفكير لدى القارئ. يعني بالتالي أيضاً اللغة الرمزية ليست صعبة تماماً إنما هي اللغة التي تحاكي العقل لدى الإنسان، لدى القارئ، لدى المتلقي، ربما تكون أكثر فائدة. في انه تربيه الذائقه لدى هذا المتلقي وفي ان تفتح له افاق جديده هي مغلقه قبل ان يقرا هذا النص الروائي. يعني ماذا تفسر؟ ماذا تفس طبعا اتصور الكلام للكاتب نعم. الفرنسي تيان دو لوبوسي حينما يتحدث عن عبوديات مختاره كتبت منذ اكثر من من 300 سنه نعم. والى اليوم هذه المقالات تقرا. القرن السابع عشر نعم. احسنت. دلوبسي يتحدث عن قضيه الانسان يذهب إلى, الى 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 عبودياته التي يذهب اليها طوعا وبالتالي بالتالي نحتاج الى الى ان نفكك العبوديات التي تضغط على الكاتب. بعد الفصل نتابع قضيه العبوديات والقيود على الكاتب. ابقوا معنا. من جديد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في بين سطور الكاتب العراقي السهر من الناصريه كرامه الكاتب امام هيبه البروقراطيات الجديده العقود الاجتماعيه تخلصنا من سوق النخاسه وجينا الى عقود جديده وبروقراطيات جديده وعبوديات جديده والانسان منشغل بخبزه كرامه الكاتب ربما لا تساوي شيئا امام هيبه البروقراطيات هذا تساؤل بشري اليوم نحتاج ان نفكك برايك ثمه عبوديات تضغط على اقلام الكتاب لذلك ما نفع الحريه اذا كانت تعطيها عبوديات جديده ذاك الكلام نعم نعم انا اوافقك الراي في هذا نحن التنشئه الاجتماعيه لدينا هي تنشئه خضوع واستبداد يعني ثنائيه الخضوع والاستبداد تنشا معنا منذ الايام المبكره للطفل. لذلك من حيث ندري او لا ندري فتبدا حاله الاستبداد والخضوع من المراحل المبكره لحياه الانسان. وبالتالي الانسان لمن يقع على هذا الواقع يصبح ربما يستسيغ الحياه التي يعيش فيها ويعتقد انه هو هذا الاصح. عملية كسر هذه القيود يعني بحاجه الى ثوره ثقافيه كبيره حقيقه، لكن يعني اذا كان بورديو يعني ذهب الى انه المدرسه في فرنسا تعيد انتاج الثقافه وتنتج اجيال هجينه مستنسخه وراثيا تكون في صالح الحكومه، فما بال التنشئه لدينا يعني انت لو, لو الان لو نراجع المناهج الدراسيه في كل مراحلنا خصوصا الابتدائيه والمتوسطه والثانويه لا نجد هذه المناهج التربويه تدعو الى الحريه او الى السلام او الى التعايش او الى الحياه المشتركه او الى حريه الراي بل انه دائما اه تضرب لنا امثله اه من التاريخ ومن الأسلاف وتأتي بنصوص شعرية أو بقصص فيها عملية مكثفة وكبيرة من العنف جميل بالتالي شكرا لك الأستاذ السابق على هذه الالتفاتة أه ب... نعم. التفاتة رائعة أن ثقل التراث أثقل حياة الكتاب ولذلك التاريخ الذي تحرسه الرجال والروايات والحكايات تاريخ كيف يمكن أن ينقى الاستاذ المشكور نعم. بين مثقف ربما يعلب حاله نعم. في دائره ايديولوجيه نعم. او دائره تبشيريه وبين مثقف يهتم بامور عصره وبينما قاله الاستاذ السهر اننا شربنا الحقائق منذ حليبنا الاول ومنذ الاغنيه الاولى بعد الولاده ولدنا لمره واحده ولكن نصنع اكثر من مره استاذ مؤيد مم. المثقف قسمان مم. قسم محافظ التقليدي طيب يجري وراء موائد السلطة م. وآخر متمرد م. وهذا بدورة أيضا يقسم إلى قسمين يعني لنا لنأخذ, جاهد. لنأخذ مثلا قضية التراث م. التراث العربي م. تم معالجتها على يد الإصلاحيين فالقسم الأول رأى في التراث واقع ملموس م. وحقيقي وهو جزء من ثقافتنا وتاريخنا ويتزعم هذا الفريق محمد عبد الجابري وأرجون وآخرين ويرون أن عملية إصلاح التراث تكمن في القدرة على تأويله مرة أخرى وقراءة قراءة جديدة م. حين يذهب قسم اخر وهو القسم الصدامي والذي لا اتفق معه زين مثل ادونيس الى احداث قطيعه تامه مع التراث في الثابت والمتحول نعم والتاسيس لمجتمعات جديده منقطعه الصله بلا جذور بلا, بلا جذور بلا ربما عنده مبرراته اللي تجعله يقول هذا القول هذا ينسحب على دور المثقف في مواجهة العنف والسلطة يعني كلام الأستاذ السحر التفاتة رائعة نعم أحيانا أحيانا ورقة التراث رغم جمالها رغم أصحابها اللي صنعوا التراث بشكل رائع جدا وأعطوا أجمل ما عندهم إلا أن اليوم يتم التلاعب بها بشكل ورقة سياسية فلاحة الكلمات أنا أظن فلاحة المواقف أستاذ مؤيد أنا أظن زين أننا لا نعرف عن تاريخنا إلا القليل إلا القليل نحن مبهورون بالمعتزلة م. ومبهورون بابن رشد وهم يستحقون هذا الانبهار زين م. لانه لانه ابن رشد والمعتزله قالوا الاتي انه اذا ثمة تعارض بين النص والعقل فيجب الذهاب الى العقل م. ولكن خذ عندك سجل نجم الدين الطوفي في القرن السابع الهجري وهو عراقي حنبلي تشيع فيما بعد م. ماذا يقول؟ يقول على المقولة لا اجتهاد مع وجود النص يقول اجتهاد مع وجود النص وأن مصلحة العباد ومصلحة الناس أهم من النص ذاته مم. حالة متقدمة إلى الآن ما حد واصلها مم. وأخذ مثلا عندك الشاطبي الأندلسي في غرناطة مم. أو الجويني مم. في في القرن الثاني عشر في مكه المكرمه وهو امام الحرم المكي زين قالوا ايضا بما يشبه مقوله الطوفي زين انه المعرفه الاوليه بمقاصد الشريعه كافيه لاصدار الاحكام ولا ينبغي التعمق في قضايا الفقه زين لتضيق على دائره حياه الناس يعني الكاتب الذي لا يحترم الحقيقه التي يكتشفها ويعطي الحقيقه التي تريدها الجماهير كاتب مزيف لذلك انت استشهدت بالشاطبي أنا أنا وذهبت الى الاندلس وقلت الحقيقه أنا التي في رايي لا توجد حقيقه مطلقه آه. حتى الحقائق العلميه متبدلة م. ومتغيره العالم ضج بنظريه نيوتن الجاذبيه م. واستمدت العلوم الانسانيه زين مفاهيمها من العلوم الطبيعيه وفقا لنظريه الجاذبيه جميل. ثم جاء أنشتاين لينقلب عليها جميل ويوجد ويوجد النظريه النسبيه البعد الرابع العلوم الانسانيه بما فيها الادب والنقد والسياسه اخذت الديمقراطيه من النسبيه مم. ثم جاءت فيزياء الكم هوكينغ واخرين مم. فلا توجد حقيقه مطلقه ولا ثابته كل شيء متغير تشكلها انت و... اصبح احتياجك شوف نعم. الغريب بالامر مم. احنا شنو مشكلتنا مع رجل الدين؟ مم. احنا ما عندنا مشكله مع الدين كعلمانيين عندنا مشكله مع رجل الدين طيب. لانه يفترض يريد ان يسكن ويجمد الاله في حين انه قانون الاله العظيم هو التطور مم. هو كل يوم في شان كل يوم هو في شان زين مم. فقانون الحياة التطور في حين أنا عجبتني كلمة لأرغون يقول الـ الـ <applause> التراث تعني لغة الموتى زين أتفق في أنتم تدعون مجالا للخيال وللفكر وللتقليب ولل كل ذلك في الرواية باعتبار الرواية انفجار خيال كما هو انفجار حلم الخيال زاد لكل مبدع جميل حتى لرجل الدين حتى للسياسي ينبغي أن ما قيمة الحياة بدون خيال ما قيمة الحياة بدون حلم إذا أحيانا تنهار الثقافة إذا ما روقبت وتسلطوا عليها والمثقف الذي الرقابة يعني اليوم ثمة أسيجة أكو, أكو, أسوأ. أكو أسوأ, حدود أسوأ من ما. رقابة السلطة رقابة المجتمع المجتمع يراقب القاسم المشكور ثقافه المجتمع انت تاتي بشيء انت تكتب وانت خائف من المجتمع نعم يعني على تعبير امبرتو ايكو ثم تقارن ضمني في كتاباتك نعم تدري ليش لان المجتمع تربى على قيم مم اي خروج عن منظومه القيم السائد وال والمستقر والراكز في الذهن مم معناها خروج عن دائره المله وخروج عن دائره الحقيقه في وجهه نظرهم يعني وجهه نظر الاخرين وبالتالي يعرضك الى يعني الى ممكن التصفيه الجسديه او حتى يعني التكفير الحياه مليئه بالحقائق مم. وما على الانسان الا ان يشك لولا الشك لما وصلنا مرحله جميله من مراحل الوصول الى الحقيقه الشك عتبه ديكارت شوف مم. الشك لولا وجود الشك لانعدم الدأب امم ونعدم العمل ولكنا نسافر إلى الآن على ظهر الأنعام مم. هذا الشك وهذه الحاجة المتزايدة لعدم القناعة بالسائد مكنت الإنسان من أن يصل إلى حقائق جديدة فيكتشف ويصنع ويتعايش مع الجديد هذه هي الحياة آه هذه القيود لا, لا تجعل أو لا تمنح الأستاذ المشكور أن يزرع آه وردة أمام بيته باعتبار ثمة مراقبة أنا أقصد الرمزية في الكلام يعني أنت لا يمكن أن تأتي بشخوص حبرية جديدة على حتى أكون يعني مندوبة يعني ثم الكاتب يكتب ندبا على أوراقه وجعل حتى أكون واقع وياك آه لأنه كلام بلا واقعية لا قيمة له بلا شك دور المثقف في المجتمع العراقي والمجتمع العربي بشكل عام يبقى هامشيا لأنه المثقف أخلى الدورة أخلى مكانه لرجل الدين طوعاً أو اضطراراً لأنه ليس مواطناً لقد حلت بدل فكرة المواطنة القبيلة والعشيرة والحزب والأيدلوجيا والمذهبيات لا تلم رجل الدين المثقف هو الذي أخلى مكانه وصعد جميل على المنابر جميل وصعد على المنابر وصدع رؤوسنا بخطابات وضجيج اعلامي لا يقول الجديد ولا يقول المعلومه الجديده <متحدث> زين يقول اشياء غالبها خرافه واساطير زين ودور المثقف بالمناسبه <متحدث> لماذا المثقف المثقفين يشكلون اقليه الاقليه ترى <متحدث> احنا ما بينا تقبيطات كوستر ما بينه <متحدث> يا ولد زين ليش تدري ليش <متحدث> لانه السلطه تجهل زين ل... والمجتمع يلتذ بالسكون والراحه والخمول م. والعلم يراد لك دح حال, جميل. حال العمل جميل الاستاذ السهر طالما الحقيقه يراد التحطيب لها فنحتاج ان نخرج على القواميس اللغويه المعاني ليست جاهزه المعاني تكتشف الحقيقه ليست جاهزه الحقيقة يحطب لها يحرق لها وبالتالي لا بد من دفع الفاتورة الأستاذ المشكور يقول قيود كثيرة قيود المجتمع أقوى لأنها تعيب علينا قيود إيدلوجيات سلطوية تفرض علينا ثمة خطابات دينية مغلقة مغلقة تحاول أن تقول المعنى تحت جبتي لا معنى لكم من يفكر معنا فيقول المثقفون العضويون ربما ليس فيهم أكثر من سيارة أجرة كما عبر الأستاذ المشكور هذا تفاؤل أم حقيقة أم هي خيار أخير لإنقاذنا من عبوديات قادمة نعم. نعم يعني هو ليس جلدا للذات ولا يعني أيضا قبول بالاستسلام والهزيمة ولكنه تجسيد للواقع وتشخيص أيضا يعني بالحقيقة نحن لازلنا تحت تأثير الكبير للثقافة التقليدية لازلنا مفهوم الثورة لدينا هي الفتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ولا أدري إلى متى هي نائمة يعني ليش ما قعدوها ويقتلوها وتنتهي القصة وتعود إلى القرن السابع الميلادي يعني تعود إلى محاصرة الخليفة الثالث عثمان في بيته وقتله والحريه لدينا هو انفلات والسلطه لدينا مجيرة من الله فهو الحاكم هو نصف اله في الارض ولا زالت طيب أمثالنا حتى استغل مع حضرتك الوقت آه العفو يعني انا حتى لا نعم نعم المثقف العربي يقول يعني احد أريد الكتاب أن اذهب احد الكتاب نعم يقول المثقف العربي اكثر سلفيه من بعض رجال الدين السلفيين لماذا لانه ايضا يقول بالرشد بالراوندي بالسهروردي بالحلاج بابن عربي الى اخر لا. القائمه الى ما قاله هايدغير في قضيه اللغه وتفكيك اللغه وسيله المعنى الى اخر القضية وبالتالي بالتالي هو ايضا يقاعد لقاعده معتزلية جديده لا. اسمها ما حسنه الغرب فهو حسن اشكاليه المثقف انه ما عاد واقعيا صحيح نعم يعني الى حد ما ولكن احنا يجب يعني ان لا يعني نظفر على الحقائق، بالحقيقه القرون الطويله اللي دخلنا اللي دخل الفكر العربي في سبات طويل يعني هو لم يستيقظ الا انتهت اخر عصور اليقظه العربيه خلينا نقول بسقوط غرناطه 1492 طيب بعد سقوط بغداد بقرن ونصف وبعد موت ابن خلدون 1406 وحتى ظهور الكواكب فترة طويلة جدا غرق بها الفكر العربي في ظلام دامس لذلك احنا انتبهنا على نهضة أوروبية جديدة وحاولنا أن نقلد ولا زلنا نحاول أن نقلد لكن بالحقيقة هي ليس المقاربات النظرية فقط بل حتى ال يعني الحقول الابداعيه الاخرى في الروايه وفي غيرها ربما يعني لا لا يمكن التقليد يعني بصورة صحيح الكاملة. لا يمكن تقليد الافكار في الوقت اللي او ربما اقتباس الافكار او اختزال وظيفه المثقف بافكار قادمه من هناك بأعتبار ممكن اقتباس الافكار ممكن بأعتبار اقتباس يعني, لا يعني, يعني لا طبعاً. اقتباس فرنسا لا طبعًا. وحده العقل البشري محميه بما بعد العلمانيه امريكا محميه ما بعد البنيويه بريطانيا محمية ما بعد الملكية الى اخر القضية، يعني يعني السماء هناك تختلف عن السماء هنا، السماء هناك منقطعة الحبال مع الاله لا ليس هذا ال... ليس لا. انا طبعا انا اكرر يعني هو لي... ليس جلدا للذات ولا قبول بالاستسلام ولكن يعني انا احاول ان افسر يعني احنا في القرن الثامن عشر شوف ظاهرتين طبعا ظاهرة بالجزيرة العربية وظاهرة في قلب اوروبا في قلب اوروبا ظهرت الثوره الفرنسيه، وفي الجزيره شوف الى الامام ظهرت هي حركه تقدميه تدعو الى تغيير الحياه الى الامام. في الوقت الذي ظهرت لدينا حركه سلفيه في القرن ايضا الثامن عشر تدعو بالرجوع الى الوراء. وشوف شوف عمليه يعني شلون حركتين متضادتين، وحده تريد ان تسير الى الامام وحدة تحاول ان ترجعنا الى السلف والى قرون خاليه الى الوراء هذا هذا يعني لا يعني يبرر حاله السكون كان بودي ان اطيل معك أو الكاتب او الى الى الاستاذ محمد السحر شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك والحوار معك شائق جدا شكرا, شكراً, شكراً لك شكرا شكرا لك الاستاذ المشكور المثقف العربي مثقف ايضا هو دخل في سلفيه ثقافيه فائض معرفه وفائض حفريات كما يقول دخل في اركولوجيات عدميه دخل في اركولوجيات وجوديه وابستمولوجيا الى اخر القائمه ايضا فلت من عقاله ما عاد يلامس هموم الناس وما عاد يصبح ذلك المرهم والملاذ الذي نشتاق ان نجالسه استاذ مؤيد آه لا قيمه لكل ما يقوله المثقف العربي ما لم يرفع الوصايا التي تفرضها عليه المؤسسه السياسيه والمؤسسه الدينيه في الوطن العربي. مه. وهذا ما حصل في اوروبا. مه. زين مشكلتنا مع السلطه الدينيه مه. بخطابها لجمهورها ان رجل الدين لا يرى في المجتمع المتقدم اي تقدم. طبعا <applause> اكيد هو ليس كل رجل دين. انت تناقش رجل الدين انا لا اعرف الحقيقه انا طرق الحقيقه الحقيقه انا مو ذكرت لك يعني كل الاحترام لرجال الدين الذين نعم. يغنون الساحه انا مو لك تسامحا وجمالا ومعرفه مو ذكرت لك نجم الدين الطوفي جميل Strategy وهو الحنبلي الذي تشيع وذكرت لك الشاطبي وعلى المستوى العصر الراهن هناك سيد محمد باقر الصدر الشهيد العظيم وهناك كمال حيدري سيد كمال حيدري هناك فضل شيخ فضل المالكي وآخرين مشكلة رجل الدين المغلق وليس تعميم إنه لا يرى في المجتمعات المتقدمة أي تقدم ويرى في خرابه تقدما يعني بالنهاية حتى كلام المثقف نعم يعني أنت تشخص القضية بأسماء معينة كل نعم الاحترام طبعا نعم لأ لكن أحيانا المثقف لا يمكن أن تصبح حقيقة هي حقيقة نهائية أيضا معممة هو يرى الحقيقة بهذا اللون حتى نقول الحقيقة هي لها تسعون وجها كما يقال شوف أستاذ صحيح هذا الكلام؟ نعم أستاذ مؤيد أننا في الغالب والمهتمين بالقضايا التراث نخلط بين الدين والتراث الديني جميل الدين مقدس في نزوله ولكن ما هو مقدس في تفسيره بدليل أنه هناك تباينات في شرحه المشكلة في المؤسسات الدينية لدينا أنها انسحبت القدسية من المقدس الحقيقي الذي هو النص القرآني إلى التراث الإسلامي فلا, فلا يسمح لنا بمناقشة مثلا آه آه مقتل واستشهاد استشهاد ثلاثه من الخلفاء الراشدين جميل. زين لانها التاريخ مسيج بالرجال نعم ومسيج مو بالقراءات مسيج مو وهذه هذه انت تخاف من هذه القضيه لانها سوف تعيد انتاج العقول المغلقه انا اقول ان التشريعات م. في الزمن الراشدي وكانت حديثه عهد زين لم تستطع ان تحمي راس المجتمع الاسلامي فقتلوا ثلاثه م. تاريخ المسلمين كله تاريخ دم الكتابه هي ضد صعود الدم من جديد وضد صعود التوحش من جديد انتم تكتبون بطريقه تريدون للسلام ان يحل من جديد وللوطن منتهى الحقوق والمواطن يتمتع بحقوق وواجبات بالتساوي نعم انتم تدعون الى مواطنه جديده وهذه المواطنه الجديده لا تنفي الاخر تحب الآخر تقول له لك حصة في الشمس أرجو أن لا تحول الأدب مم. إلى داعية سياسي جميل هذه قضايا سياسية واجتماعية مم. لكن الك... الأدب كتب الك... في المواطن نعم الك... الكاتب الأ... أو الأديب مم. يرصد الأشياء زي... مزعج السلطات ويقدم تصورات ذاتية لهذه الأشياء أنتم مسؤولون عن كم كل ما يحدث كما يقول أحد الكتاب الأدباء الكبار لو شب حريق في الهملايا قلنا نحن مسؤولون عنه. لماذا شب هذا الحريق؟ يعني المفاهيم تحتاج ان تعالج ومفاهيم تحتاج ان تدفن. مفاهيم تحيي ومفاهيم تميت، انتم مسؤولون عن انتاج مفاهيم من حقيقها. نحن مسؤولون اذا ما يعني سمح لنا بمخاطبه جماهيرنا بالطريقه التي الحريه نحتاج. في المنطقه العربيه كافيه لان يصبح الانسان حرا؟ لا حريه في الوطن العربي شكرا لك نعم. الكاتب والروائي الاستاذ قاسم المشكور شكرا حضرتك اشكرك جدا شكرا أنا جزيلا الدعوه الكريمه استاذ مؤيد وانا ممتن جدا لك شكرا جزيلا عميزي. لك شكرا جزيلا مره ثانيه للكاتب العراقي من الناصريه الحبيبه الاستاذ محمد السهر وشكرا جزيلا لكم على هذه الرحله في عالم المعرفه بحاجه تامه الى ان نحاكم مفاهيمنا المفاهيم موجودة مسبقا هناك الكتابة التي لا تتنبأ ولا تقول ما لم يقال فهذه الكتابة مزورة وخائنة والمثقف أحيانا يخون قضيته لمجرد أنه يعتقد أنه ألقى القبض على الحقيقة فربما مفاهيم كثيرة تكذب في الحقيقة رغم أنها ترتدي جلبابا تقول هو جلباب حقيقي وصحيح الكاتب محاسب لأنه لم ينتج مفاهيم حقيقية الأقلام تنتج الحياة والمعاني منتشرة على قارعة الطريق شكرا لكم تحياتي مويه جاسم ختام الحلقة إلى عنوان ثان من بين السطور تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته